أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي، موسيقارنا محمد عبد الوهاب في بداياته، أول ما ابتدينا أول شيء سمعناه له يمكن كان قصيدة مسجلة على اسطوانة من الاسطوانات القديمة قوي، كان اسمها وإله ما حيلتي وإله ما عملي، وكانت إحدى قصائد الشيخ سلام حجازي. القصيدة دي مسجلة وهو صوته لم يدرك البلوغ بعد، كان لسه طفل، كان لسه صبي ما بلغش يعني، يعني إذا نقول كان عنده ما بين 8 سنين ل 12 سنة، والصوانة مسجلة في المنطقة ما بين سنة 6 لسنة 8، 1906 1908. يبقى إذا دي بدايات عبد الوهاب المسجلة على أقل تقدير، وده بيوحي بإيه؟ بيوحي بأنه ابتدى من مطرح معاصره كان موجود. كمل عبد الوهاب في المنطقة المعاصرة له، فضل مكمل، يعني هتلاقوله طبعا معروف انه المنطقة قبل سنة 19 وقبل إرهاصة سيد درويش وثورته كان هناك أغاني من اللي ممكن تسميتها أغاني الحرب، كانت الحرب العالمية وقتها شغالة من سنة 14، وكان في هبوط عام في الأغنية، كانت برضو الأغنية المطلوبة هي الأغنية الثالثة، هي الأغنية اللي بتكلم باستخفاف وبتخفف من كل أعباء وضرورات الشعر وأقول إيه ما يجب وما لا يجب مما يراقبه ويرعيه الذوق العام. مشي شوية موسيقارنا في هذا الاتجاه، الأغاني الخفيفة المتخففة، مثلا هنلاقي له إن كنت تفتكري ولا تنسي، أنا مش بحبك بحب نفسي، هنلاقي له صوتي كمانجا وحب المانجا، هنلاقي له الله يجازيك يا ودانية، في كم غنوة كده توري إنه لسه ما كانش خد طريقه، لسه ما كانش عرف سكته. لكن جنبا الى جنب مع دول وبعدهم برضو على طول هنلاقي المواويل، مواويل في تقديري تعتبر اول اشارة حقيقية الى ان هناك علامة من اخطر العلامات في موسيقانا الشرقية قادمة. يعني المواويل هي اللي رفع بيها عبد الوهاب الراية وقال أنا جاي، في شيء هام جدا هيحصل، ارتقبوا، انتظروا، خلوا بالكم. ليه؟ من مواويل عبد الوهاب نقدر نقول سوا ايه المسألة، فتعالوا نقول ليه، نقول ليه كانت المواويل هي الإشارة لقدوم شيء مهم، حدث مهم، تركيبة مهمة ومختلفة اسمها محمد عبد الوهاب. هنبتدي بموال اسمه مال الفؤاد ده ومال الحلو له هاجر. الحقيقة أصدقائي تتبع الموال وتقصيه أمر في منتهى الصعوبة، إن الواحد يقول ده جي من هنا وراح هنا وجي من هنا وراح هنا وعمل الحركة الفلانية، وبتزداد هذه الصعوبة أضعاف لما بيبقى اللي بيقول الموال محمد عبد الوهاب. ليه؟ هو بيقبض بإيد من حديد، يعني بإيد مسيطرة جدا على ناصيتي الإنسان، على عقله وعلى عاطفته. يعني أنا وأنا بسمعه كموسيقي متخصص بلاقي مليون فكرة تسيطر سيطرة مطلقة على عقلي، وأقعد أقول إيه ده؟ جابها إزاي؟ عملها إزاي دي؟ يعني ازاي خطرت في باله لحظة ما كان بيغني بلا اعداد مسبق؟ ولما بقول بلا اعداد مسبق اقول لكم الدليل على كده انه مثلا عندنا موال في البحر لم فتكم الشهير ده متغني مرتين، مرة على اسطوانة ومرة في الفيلم بتاع دموع الحب، المرتين فيهم اختلافات كثيرة جدا عن بعضهم، يعني واضح انه كان بيسيب نفسه يعوم ويقول زي ما هو عاوز. طيب إذن هناك فكر
وهناك خبرة. الخبرة هي اللي بتلعب مع العاطفة طبعا بالتأكيد، يعرف امتى يقول حتة حراقة تستتبع ان الناس بتسمعه تقول الله او تقول او تمصمص يعني هنا هو قابض على الناحيتين دول، وده هيبان لكم من ايه؟ هيبان لكم من نفس الموسيقيين اللي بيعزفوا معاه، هتلاقي الموسيقيين بيعطلوا كتير قوي منه، ما بيعرفوش يقولوا ايه، صعب التتبع جدا لانه صاحب فكر مستقل، لانه مش بيقول تا لا لا يبقى اللي بعدها تا لا لا واللي بعدها تا را را وهكذا، يعني بيزود حرف او ينقص حرف، لا ده بيغير فكرة في وسط السكة قد لا تخطر على بالك كمستمع، مش قد، المؤكد انها لم تخطر على بالك كمستمع الا لما تسمعها منه. تعالوا الاول نبص على كلام الموال علشان لو لقينا فيه اي حاجة تستحق المتابعة. الموال بيقول مال الفؤاد ده ومال الحلو له هاجر، هو العزول علمه وعتيه وانا صابر، يا قلبي صبرك عليه اياك يكون فاكر، حسن المودة وتلاويع المتيم فيه يمكن يجدله بنظرة تشرح الخاطر. طيب موال خمس شطرات اهو، اخرهم قفلة ار، يعني الحلو له هاجر عتيه وانا صابر، القفلة تشرح الخاطر. هنلاقي الاختلاف بدءا من الشطرة الرابعة او في الشطرة الرابعة اللي هي حسن المودة وتلاويع المتيم فيه، هتلاقوا فيه طبعا ما هياش ار، يعني ما هياش خاطر صابر الى اخره يعني، وبعدين بيعود في الشطرة الخامسة. ما هو الخماسي الشطرة الرابعة هي اللي مختلفة القافية والروية بالتالي. طيب نشوف ايه هو العزول علمه عتيه، التيه الدلع الدلال الغندرة، يعني هو العزول علمه يتقل عليا يعني ولا ايه بالظبط، دي واحدة. حسن المودة وتلاويع، تلاويع المتيم فيه، تلاويع واحد بيلاوع واحد، واحد بيلوعه يعني بيمخمضه بيجيبه كده وبيجيبه كده، يعني ما بياخدش منه كلمة، يعني موال سهل جدا في ككلمات. وحتلاقوا انه في من الالفاظ ما يهدهد ويلاغي مشاعر الناس في وقتها، حكاية التلاويع دي والعزول والصبر الى اخره، في من يعني الحكمة يجب ان تبدو داخل موالنا المصرية علشان نحبها ونكيف منها ونسلطن، لازم نحس انه صاحب الموال او من يقوله بيقول حاجات على الجرح او على الوجيعة يعني، وهذا الموال منهم، يعني هتلاقوا الكلام ده يلعب على عواطف الناس في هذه الفترة. طيب جميل، الموال من مقام السيكة. بنبدأ بقانون، القانون واضح ان صوته من الاوانين القديمة طبعا، خلاص يعني واضح الموال ده من اوائل المواويل اللي قالها استاذ عبد الوهاب في اواخر العقد الثاني من القرن ده او اوائل العشرينات على اقصى تقدير يعني. هنلاقي قانون صوته من الاوانين القديمة. القانون طبعا ادخل عليه تعديلات كتير من ساعة ما اتعمل، من اهمها العرب اللي هي بقت تخليه ينقل انصاص الاتوان، كانوا زمان يعفى، كان زمان يضطر يدوس على الوتر علشان يقصروا او بالمسافة اللي هو محتاجها عشان يقصروا الى الدرجة اللي هو محتاجها، فكان عشان يعمل مثلا نص تون كان يدوس على الوتر من اخره ناحية الشمال، يدوس عليه علشان يقصر طول الوتر، فبالتالي النغمة تحتد نص تون. دلوقتي بقت مكنة او بقت العرب ما يسمونه بالعرب في القانون، العازف بيخبط حاجة بصباعه يرفعها او ينزلها بالدرجة اللي هو عاوزها، تعمل له نص تون، تعمل له ربع تون، تعمل له زي ما هو عايز. بنبتدي بتقسيمة القانون. بيبدأ الأستاذ عبد الوهاب بالليالي، بيقول يا ليل، بيبان على طول من أول ما يقول أول يا ليل إنه الراجل ده مختلف على طول، تناوله لمقام السيكة صعودا وهبوطا، استعراضه لصوته في الثواني الأولى من الموال، بيبان على طول إنه ده مختلف. بيبتدي بعد الليالي مال الفؤاد ده من السيكة برضو، هو العزول بيقولها في تاني مرة، هنلاقيه غير أحرص وهكذا. أنا بقول لكم ليه، ما أنا بقول لكم مش بس للتتابع، لكن بقول لكم عشان تعرفوا بيفكر إزاي، يعني بيتحرك إزاي. بعد كده يا قلبي صبرك، يا قلبي صبرك دي حكاية لوحدها بقى، دي بتتقال يجي خمس ست مرات، تعال نحسبهم سوا.
يا قلبي صبرك الأولى سيكا. وأنا بقول سيكا ليه؟ بيبقى واقف على أساس المقام، يعني السيكا اللي هي المي بتبتدي من المي وبتنتهي في المي، فيقوم واقف على حتة من أسس مقام السيكا، يعني مثلا يقف على المي يبقى خلاص هو في السيكا. إذا الأولى سيكا، الثانية بياتي النغمة، ونفسي قلبي صبرك راح مغير النغمة وراح لمقام البياتي، وقف على درجة الصول وغير في علامات التحويل بقى في مقام تاني. التالتة مباشرة يا قلبي صبرك التالتة راح واقف على الراس. الرابعة بقى قام عامل حركة ما تتفهمش. ازاي ما تتفهمش؟ مقام السيكا اذا قلنا الميدة خاسس ربع تون، راح مخلق منه نهواند، يعني كل النهواند المقام الغربي ده خسسه ربع تون بقى نهواند من على درجة السيكا، وارتد في الاخر لمقام السيكا في نفسي يا قلبي صبرك. راعوا خلوا بالكم من رابع يا قلبي صبرك دي، يا قلبي صبرك الخمسة سيكا، يعني اذا في يا قلبي صبرك الواحدة خد سيكا وبياتي وراز ونهواند وسيكا في واحدة وسيكا خلاص في في الخمسة. حسن المودة وتلاوية المتيم فيه بنلاقيه راح برضو للبياتي مرة تانية، وبعدين بيقفل سيك وبيقفل الموال كله بكمانجاية بتكمل للصوانة من باب تكميل الوقت. في الحقيقة من الموال ده هيبان مباشرة انه فعلا هناك شيء هام حدث على وشك ان يحتضن الموسيقى العربية ويؤثر فيها تأثير كلي وجزئي. اعذروني ان الاسطوانة الموجودة فيها شوية خروشة، لكن اهو يعني بقدر الامكان المهم ان نتتبع ما حدث ونستفيد منه. اصدقائي المستمعين، مع محمد عبد الوهاب وموال مال الفؤاد. أستاذ محمد عبد الوهاب. ليدي يا ليدي يا ليدي يا عيني يا ليلي يا ليدي يا ليلي 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 يا مال الفؤاد ذا ومال الحلو له هاجر، مال الفؤاد مال الفؤاد مال الفؤاد ذا ومال الحلو له هاجر. وانا عدود علمه علمه وانا عدود علمه هو العزول علمه هو العزول علمه عزيز.
صبرك قلبي صبرك قلبي صبرك صبرك عليه يكون فاكر حسن المودة وثنوي المتيم فيه حسن المودة وثنوي حسن المواد وتلاويع المتيم فيه يمكن يبدلوا بنظرة تسرح لحن انا بحبه قوي الحقيقة، بحبه جدا كمان يعني اقدر اقول كده، وبحبه مش بس للحنه لكن بحبه كمان لكلامه. انا بشوف فيه فكر جريء جدا في تناول الكلام، واعتقد انه في وقته يعد فكر جريء جدا في تناول الموسيقى. اللحن ده اسمه بلبل حيران. بلبل حيران كلمات امير الشعراء احمد شوقي، وطبعا الحان وغناء موسيقارنا محمد عبد الوهاب. طيب نمسك الكلام كده بسرعة يعني ونقول شوية. احمد شوقي تصدى لكتابة الاغنية علشان خاطر عبد الوهاب او لاقتناعه بصوت عبد الوهاب، وحتى حين تصدى لكتابة الاغنية لم يتخلى عن الجزء الثاني او الجزء الرئيسي من شخصيته اللي هو احمد شوقي الشاعر. بمعنى ايه؟ معشق اللغة العربية في اللغة العامية، عامل تعشيق، عامل رسمة قيمة ما بين اللغة العربية واللغة العامية، عامل تطفيرة نقول كده بالظبط يعني. يعني تكاد لو بصينا لبعض الاغاني اللي هو كتبها مثلا لاستاذ عبد الوهاب، يعني بلبل حيران اللي معانا دي هنلاقي اللي انا بقوله ده مثلا في الليل لما خلي، يقول لك ايه؟ يقول لك والليل سرح في الرياض ادهم بغرة جميلة. ده مش كلام عامي، ده كلام عبارة عن تضفير، عبارة عن تشبيكة من العامية المصرية واللغة العربية الفصحى. سرح في الرياض، الرياض الرود، جمع رود يعني في الحدائق في الجناين، كان يقدر يقول في الجناين لكن هو عاوز يعمل التطفيرة دي. ادهم بغرة جميلة، وصف للحصان، الغرة اللي هي المقدم، المقدم وش الحصان. كل ده كلام مش عامي، بالتأكيد مش عامي، لكن كانت دي رغبته، كان عاوز يخلق نوع من المستوى الشعري للأغنية. وكان الحقيقة بيجيد هذه اللعبة جدا يعني. من اول كده ما نصادف غنوتنا، من اول اقصد ما نسمع غنوتنا دي بلبل حيران، هيقول ايه؟ بلبل حيران شجي معنى بالورد هايم،
ايش اجي معنى دي، ما مش عمية برضو، لكن مدية غلالة رقيقة من الجلال ومن ومن اقول ايه بالظبط، مش عايز اقول الرهبة، لا هي مش الرهبة، هي الجلال، هي الكلمة اللذيذة اللي تنفع في الحتة دي. يعني شجي معنى، شجي نقول ايه بالظبط، حزين، طرب، يعني كده بالظبط. معنى واضح طبعا من الكلمة انه يعاني شيئا ما، يعني بالورد هاين بيعاني من حب هذا الورد اللي قتله في الاخر. الغنوة باختصار شديد بتعالج مشكلة. اولا يعني عايز اقول انه هنلاقي هذا التزاوج وهذا المزج بين اللغة العامية المصرية واللغة العربية الفصحى في كل الغنوة دي، وفي معظم ما كتب شوقي ان لم يكن كله من اغاني لأستاذ عبد الوهاب. طيب بتتكلم عن ايه بقى بلبل حيران دي بالذات؟ برضو بتتكلم عن اسطورة قديمة، اسطورة البلبل اللي بيلف في جناين الورد فلقى الوردة دبلانة، وردة معينة دبلانة يعني، فاتك بقلبه على شوكها، عصر نفسه، عصر دمه عليها علشان تحمر تاني وتكتسب لون جديد، ضحى بنفسه البلبل في سبيل الوردة. وبمعنى اخر تقدروا تقولوا انها طبعا قصة رومانتيكية قوي، ما هيش تضحية في سبيل الوردة، هي طبعا تضحية في سبيل الحب، تضحية في سبيل الجمال بمعنى اخر. يعني اذا غنوة بتعالج قيمة في منتهى الخطورة، وبتلعب لعبة مع مجرد، يعني بلبل ووردة، ايه اللي يخص المستمع؟ اللي يخص المستمع فقط ان يرتفع الى هذا المستوى السامي جدا جدا من العاطفة. شوفوا ما يجي يقول ايه، قال له يا سوسن يا طمر حنة، شوفوا النبي اللذاذة بقى، شوفوا الكلام اللذيذ، يا ورد احسن من ورد جنة، مين بالفرح لونك مين، ومن الشفق كونك مين. شوفوا الصورة، يا ساتر يا رب، مين بالفرح لونك، شوفوا لونه، لون الفرح، ما بيش لون للفرح في الحقيقة، لكن لونه كده مبهج، موحي بفرح، ومن الشفق كونك مين. شوفوا برضو شوقي، قوة شوقي، يعني شكل الصورة متفرد جدا. بصوا لوراه، يا ريحة الحبايب يا خد الملاح، يا ريحة الحبايب، يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، اللي 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 اللي, اللي عايش برا، اللي عايش برا بلده يعرف كلمة ريحة الحبايب دي شكلها ايه، اللي مفتقد حد يعرف وجيعة الكلمة دي شكلها ايه. يا خد الملاح، شوفوا طبعا شوقي برضو، اقول ايه يعني، لشوكة جمالك وضعت السلاح، شوكة طبعا هنا اللعب على الشوكة، شوكة الوردة، شوكة الجمال سلاحه هو شوكته، وصاد هذه الشوكة الصغيرة الرفيعة انا القيت بسلاحي. مش ممكن، مش ممكن خلص يعني، يعني يعني صعب التوليفة دي على بعضها، الى ان يوصل للاخر والبلبل بيضحي بنفسه، اموت شهيد الجراح، عشان مش فاكر ايه بالظبط، ويعيش جمالك ويبقى وصلنا للمطلوب، انه ضحى في سبيل الجمال، في سبيل حب الجمال، يعني حقق قيمتين مع بعض، شيء غير معقول رقة هذا الكلام وسمو معانيه. طيب لو مسكنا استاذنا الموسيقار عبد الوهاب، هنلاحظ انه بيشتغل لا يزال بالتخت الصغير، مفيش آلات كتير، معانا رق ومعانا عود ومعانا كمانجاية وانون ناي، يمكن يعني الخمسة التقليديين اللي بيشكلوا التخت. مقامنا رصد النوى او رصد الصول، دوري مي فا صول، يبقى بنبتدي من الصول وننتهي في الصول. طبعا المقام شجي زي البلبل الحيران بالظبط، المقام مليان شجن ومليان طرب كده وجو حلو. الايقاع بتاعنا الوحدة الكبيرة، المصمود الكبير، يعني 1 2 3 4، 1 2 3 4، وهو بيغني على هذه الوحدة الكبيرة. الوحدة الكبيرة دي فايدتها ايه؟ فايدتها انها تحط له جمل طويلة يستطيع ان يستعرض فيها صوته وقدراته الغنائية. من اول لحظة بين المسألة دي، بين انه قاصد يستعرض صوته ويستعرض قدراته الغنائية، وهو بيقول كلمة بلبل
لوحدها وبيتك على بول كده عايز يغني زي البلبل او عايز يقول انه هذا الطير اللي بنتكلم عنه طير مغني ما هوش اي طير ما هوش غراب مثلا يعني موضوع مختلف بيطول في بلبل وبيطول في حيران تدعيما لحيرة هذا البلبل كل ما طول حيران الى اخره بيكثف هذه الحيرة المهم بنفضل ماشيين معاه الى ان نيجي للحتة برضو بتاعت قال له يا سوسن يا طمر حن اول مغادرة لمقام الرصد مغادرة صريحة بيروح لمقام الحجاز قال له يا سوسن يا طمر حن وغالبا هنا من غير ما يقصد عبد الوهاب لعبة الفطرة الشعبية المصرية دورها ليه فاكرين لحن اسمه الحنة يا الحنة يا قطر الندى اللحن ده اللي اتعمل او اللي قاله المؤلف الشعبي المصري غير المعروف ايام ما كان فرح قطر الندى بنت خمروي ابن احمد ابن طولون مؤسس الدولة الطولونية عملوا لها حنة يا حنة يا قطر الندى الى اخره ده من مقام الحجاز برضو على فكرة لما جاله قال له يا سوسن يا طمر حنة غالبا حصل ما نستطيع تسميته بالاستدعاء الفولكلوري لقى نفسه لوحده راح للحجاز من غير ما يفكر كتير انا اعتقد يعني ما صعب او ان واحد يقول ده يا طمر حنة يبقى انا روح للحنة يا حنة يا قطر الندى ما اعتقدش يعني اعتقد ان ده التربية المصرية الصميمة فقط يعني المهم بيكمل يا ورد احسن ورد جنة الى اخره يروح ناطط نطة تانية يا ريحة الحبايب يا خد الملاح من البياتي الى ان يصل الى الوقفة المطلقة وقفة الجلال الاخيرة اللي هي اموت شهيد الجراح ويعيش جمالك ويبقى بصوا عبد الوهاب في كلمة اموت شوفوا بتتقال كم مرة وشوفوا ازاي من الهابط الى المتصاعد وتقفل مستريحة تحت خالص وبرضو دي من الاغاني القليلة اللي ما بيقفلش فيها من نفس المقام اللي ابتدى منه بيقفل من خلطة كده ما بين الكرد والبياتي بتاع درجة الصول برضو لكن ما قفلش رصد زي ما ابتدى غنوة متحررة جدا من القوالب وغنوة مليانة افكار ومليانة قدرة على التعبير ومليانة فعلا اتساع رؤية يعني لو انا بسمع الغنوة دي في الثلاثينات اقول شيء مرعب جدا بيحصل في مصر في ذلك الوقت اصدقائي المستمعين بلبل حيران احمد شوقي محمد عبد الوهاب يبص فوق
الحب جوي لك ميت يا ريحة الحبايب يا سد مناح ريحة الحبايب يا خد مناح لشوفك جمالك وضعت سنا تبارك اللي خلق ظلك مني الخفة واللي كساك الورق ولك ودي اللفة زي القباد يا ورد فوق لا الجناح يرضى ولا الجرح يرضى تشوفني وقت الصباح جسد على الأرض شهيد الجراح ويعيش جمالك ويبقى الله 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 الله. أصدقائي المستمعين، علشان نبتدي نفتكر الحقيقة تعالوا نسترجع احدى اغنيات يحيى الحب، فيلم يحيى الحب، لكن ما اقدرش امر على هذه المرحلة اواخر الثلاثينات من غير ما اقول او اقدم اغنية فاتنة فاتنة في جمالها. الحقيقة اغنية الظلم ده كان لي اولا من اول الحدوتة الغنوة مكتوبة بسبب ظريف جدا، هي زعلت منه سيدة ليلى مراد في الفيلم يعني وكسرت العود بتاعه، قلت له انت ما تستاهلش هذا الجمال وهذا الفن الى اخره، وكسرت العود بتاعه فمسك عوده في اسى شديد جدا وغنى له الظلم ده كان ليه، هو انت ذنبك ايه. المقتضى الدرامي لكتابة الاغنية لذيذ جدا وجديد جدا على فكرة ان الواحد يغني لآلته الموسيقية، كان مقتصر مثلا على انه واحد عازف طلياني يغني جيتارة في الجندولة ولا حاجة وهو في يتمشى في جندولته في شوارع فينيسيا مثلا، لكن بالتأكيد ما كانش عندنا، اعتقد يعني اكاد اجزم بانه ما كانش عندنا غنى للآلة الموسيقية، وإن كان داخل الغنوة ما بيقولش إنه بيغني للعود في الحقيقة، يعني عندنا غنوة الأستاذ الصنباطي على عودي، غنوة العبقرية دي كمان، دي غنوة مباشرة للعود. عندنا فيروز يا عود يا رفيق الزهر يا عود، بعد كده طلعت أغاني كتير يعني بتغني للآلات الموسيقية، اللي غنى للكمان واللي غنى للعود.
فرقة في السبعينات غنت للجيتار يعني طلعت كتير. بس المهم انه دي من اوائل الاغنيات اللي بتغني، وبرغم انها ما بتنطقش اسم الآلة، الظلم ده كان ليه هو انت ذنبك ايه. كلام الغنوة لذيذ برضه على فكرة، مش يعني في افكار. انا اظن انه اللي كتبه شاعر كبير استاذ احمد رامي، اظن برضه مش متأكد للأسف الشديد، ما معيش اي مصادر للمعلومات غير عقلي فقط يعني، فاعذروني ما يعني ايه، مش هنقول مؤلف قوي، لكن انا اعتقد انه استاذ رامي بيكلم العود. الظلم ده كان ليه هو انت ذنبك ايه، يا ما بكيت بين احضاني ومدمعك لحن شادي. شوف مدمعك لحن شادي دي ظريفة، مدمعك بكائك يعني، يعني المدمع هو مكان الدموع، نزول الدموع، البكاء. يا ما رويت من الحاني وقفت وياي وفضلت وياي تنادي. بيكلم العود يعني بيقول له يا رفيقي، يا رفيق لحظات الفن والإبداع، في نهاية الأمر لماذا تكسر يعني. بيفضل يقول له أوصاف إلى أن يقول له يا ورد على الغصن مايل عدمت ظهره الجميل. يعني مفيش صورة من أحلى من كده يعني، يا روضة من غير بلابل تشفي الفؤاد العليل، يا ورد على الغصن مايل عدمت ظهره الجميل. حاجة لذيذة قوي. اللحن بقى خلاب بجد بجد، من احلى اغاني الاستاذ عبد الوهاب قاطبة هذه الاغنية. اصدقائي اغنية الظلم ده كان ليه من مقام نقول عليه ماجير، ماجير نقول عليه الجيركا اللي هو الفا ماجير يعني، اللي هي الماجير طبعا دو ماجير العادي بتاعنا بتاع البيانو، كل الحروف الصوابع البيض على البيانو، الفا اللي هي رابع درجة دوري مي فا، بنقلب الماجير على الفا بدل ما هو عدو، سمي الجرك مجازا. ماشي، ايه خصائص المجير في تقديري انا يعني؟ اهم خصائص المجير ثلاث خصائص: الشموخ والكبرياء، النبيل جدا، العاطفة المتدفقة لنمرة اثنين، نمرة ثلاثة الاحساس بالطلاقة والحرية. والحقيقة ادى هذا المقام الفاماجير اعطى بسخاء لهذه الاغنية من خصائصه الثلاثة، من هذه الثلاث خواص. اغنية ميلوديتها او الحانها شديدة الرومانسية والعاطفية، شديدة الجلال والكبرياء والشموخ، واخيرا شديدة الطلاقة والحرية. البداية من أحلى ما لحن في غنائنا العربي، وبرضه هقول ليه يعني. مستعمل في تلحين البداية الموسيقية لهذه الأغنية، وهذه الفكرة مسيطرة على الأستاذ عبد الوهاب طول الغنى الأولاني. فكرة بسيطة وظريفة جدا. فكرة إيه؟ بتقول إيه؟ بتقول إنه نستعمل التضاد أو التناقض أو الكونتراست يعني. جاب الوتريات، طبعا كلنا عارفين الأوركسترا اللي كان موجود معنا مثل هذه الأغاني يعني، كان معنا وتريات وكان معنا آلات السولو، والوتريات هنا كانت شبه مكتملة كوتريات شرقية يعني، كان معنا الكمانجات والشلوهات والباص، يمكن ناقص الفيولا، والفيولا ما تستعملش كتير عادة في فرق الغناء الشرقي. طيب مالهم بقى الوتريات؟ الوتريات طبعا إضافة إلى آلات السولو الناي والأنون وما شابه، مالهم الوتريات؟ الوتريات عندنا الكمانجات بتعزف بالقواس عريض، والشلوهات والباص بيقولوا النقر او بالصوابع. فحقق ذلك هدفين: اولا ايقاع متضمن موجود، نمرة اتنين العرض الاوركسترالي والعاطفة اللي لسه متكلمين عليها، من اللي ناتجة من الجمل الطويلة السرحة يعني. الجملة وارفة الظلال، الجملة غيط بحاله كده. مش بس كده بقى، كمان الجملة الطويلة في حد ذاتها اقول لكم ايه، كلنا ما بنيجي نلحن مثلا، بلحن مثلا من الفاماجير، فبحاول اخدم للمطرب وهو داخل انه يدخل مستريح، اقوم اقفله على الدرجة الرئيسية من المقام اللي هي درجة الفا اللي هي بيبني عليها المقام، اسمه فاماجير درجة رئيسية بتاعت الفا. هنا لا، هنا صمم الملحن،
صمم مجير داخل المجير عبارة عن الدرجة الخامسة والستة والسبعة من المقام. نعد فا صو لا سي دو، هذه الخمسة، ري مي. من الدو ري مي والسي اللي قبلهم رابعة والخمسة والستة والسبعة، كون مجير داخل المجير. ولما جه يقف قبل غناه هو وقف على الدرجة الخامسة، وده برضو الفكر الجديد، التطوير، عدم الثبات على فكرة سابقة. وهنا مصر على هذه الفكرة في غناه، يعني الظلم ده كان ليه، واقف على خامس درجة برضو. هو انت ذنبك ايه، واقف على رابع درجة، اذا رابعة والخمسة هم. هو انت ذنبك ايه، جاي لاخر مزيكا وراها بتوقف على الخمسة دايما. ده جديد جدا وآسر جدا 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 جدا. بنخش ماشيين يا ما بكد من احضاني. شوفوا الجمال طبعا بتاع الاداء، مش هقول لكم بقى يعني المفروض اني قلته كتير، بس حقيقي هنا في الغنوة دي عبد الوهاب في حالة من احلى حالاته، من احلى حالاته فعلا وارقها يعني. ومدمعك لحن شادي من اول انا كنت ابكي، انا كنت اشكي تفهم لغاية. خلوا بالكم بقى. ليه بقول الغنوة حرة؟ ابتدينا بإيقاعية ماشي، لكن فجأة بطلت الإيقاعية وبقى هو بحريته يعمل اللي هو عاوزه. فرح ناقل اولا منير نهواند، وتلاحظوا بقى الايقاع الرمزي هنا، ما هوش ايقاع حقيقي. لكن مثلا انا كنت اشكي، يروح يقول له طم طم مع اشكي، يدوا الاحساس الايقاعي، لكن في الحقيقه الايقاع متضمن، ايقاع اشاره، ما هوش ايقاع معزوف. كنت تفهم لغة إلا تفهم لغاية. وبعدين نخش على إيقاع جديد الفالس، من أول فين صوتك الحلو الرنان. طبعا شوفوا الجملة الموسيقية وجمالها، شوفوا شكلها وتقطيعاتها وحلاوة الأداء بتاع الموسيقيين. فين صوتك الحلو الرنان إلى آخره لحد تاني وغني، ده فالس برضو اللي هو وحدة ثلاثية، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين فين صوتك التلاتة حتة تا 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 تا، كل ده واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، دي واحدة ثلاثية اللي هي الفالس. بعد كده بنخش على بياتي. البياتي الفالس على فكرة برضو في النهواند زي ما هو. البياتي بنخش بإيقاع لونجات، رم تا تم تا رم تا 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 تا، ده شكل جملة قوي الحقيقة، لكن هي كانت كده، كان فيها جو تركي. برضو ما هو الصعب ده مشكلته انه تحويجة بجد، خلطة، حتة خلطة غريبة الشكل، لامم حاجات كتير من حتت كتير من، وكل ده بيطلع بشكل استحضاره سهل جدا وكده. هنا هنلاقي هذا التركي بيفضي بينا، او الاداء التركي ده بيفضي بينا الى موال. موال اللي هو يرودة من غير بلابل، كان طبعا قصة عبد الوهاب في المواويل دي، يا ورد على غصن مائل الاخر، من اول عدم تظهره الجميل. بناخد النهواند مرة تانية. خلي بالكم بقى من القفلة دي، القفلة دي اتقالت قبل كده في نفس الغنو، لكن انا عايز ابص لابعادها. الجميل، ادي اول حاجة تارا، ادي ده اكتاف ماشي، يعني 8 درجات. فافا ميلا، ادي 5 حروف لورا، من مين اللا، من الميل اللا، مي ري دو سي لا ري دو فا، ادي كمان 5 نازلين. يعني من الدول الفا يعني اذا كانت لديه الافكار والتطلعات للقفزات البعيدة عن بعضها، ما كانتش المسألة زي ما بيقولوا البحاسة المستشرقين انه الغنى العربي عبارة عن حروف متلاصقة جنب بعضها. عبد الوهاب يثبته انه من اكتر من 50 سنة ونحن نفكر بصورة مختلفة، او وهو وبعض ابناء جيله بيفكروا بشكل مختلف جدا. اصدقائي المستمعين، الظلم ده كان ليه، ومحمد عبد الوهاب. Oh.
أكيد بين أحضاني ومدمعك لحن الشاقي يا ما رويت من ألحاني وفضلت وي كنت أشكي ترحم أسايا وكنت أحكي تفهم لغايا تفهم لغايا تفهم شكري لأسر برنامج أصوات بحر النغم من التنسيق أيمن فتحي
ومن الهندسة الإذاعية علي حسن، وليكم مني كل الحب.